بنيت جوهرة مسقط البالغ طولها 18 متراً اعتماداً على بقايا أثرية عثر عليها عام 1998 لسفينة كانت غارقة قبالة جزيرة بلتانغ بالمحيط الهندي، وهي مصنوعة يدوياً بطريقة تثبيت الألواح الخشبية التي تعود إلى 1200 عام، وذلك عبر جمع الألواح الخشبية بواسطة حبال من ألياف جوز الهند دون استخدام المسامير. السفينة هذه بنيت من القرن التاسع الميلادي، هذه أول سفينة تبنى في العالم بعد القرن التاسع في سلطنة عمان، وبدون أي مسمار. السفينة بنيت من الألياف ومن الحبال وأيدي عمانية كثيرة وأيدي عالميين وخبراء في نفس الوقت. السفينة بنيت في وقت قياسي، فقد تم وضع أول لوح من هيكلها في أكتوبر تشرين الأول 2008، وكانت جاهزة للإبحار بعد ذلك بعام واحد. وفي طريقها إلى سنغافورة جوهرة مسقط ستتبع نفس طرق الإبحار القديمة عبر المحيط الهندي دون استخدام للوسائل الحديثة إلا عند الضرورة، مستفيدة من الرياح الموسمية التي ستتجه بالسفينة من خليج عمان إلى بحر العرب ثم إلى المحيط الهندي. منذ وضع الهيكل حتى التدشين استغرقنا عاماً إلى 3 أيام، ومنذ ذلك الحين نقضي الوقت في وضع الأشرع والصواري. وبخصوص رحلتنا إلى سنغافورة، أفترض أنها ستستغرق بين 4 إلى 5 أشهر. الأدلة الأثرية تشير إلى أن السفينة الغارقة يرجع سندها التاريخي إلى القرن التاسع الميلادي، وأنها عمانية بنيت في وقت كانت عمان تشتهر فيه ببناء السفن، وكانت السفينة قبل غرقها متجهة من الشرق الأقصى إلى شبه الجزيرة العربية. الغرض من هذه الرحلة هي نشر الصداقة أول شيء، والمحبة والخير. رحلة جوهرة مسقط التي تبدأ نهاية الجاري ستكون في الاتجاه المعاكس لذلك الطريق الذي أتت منه، وهي تهدف إلى إحياء مسار الإبحار بالطرق التقليدية وإلقاء الضوء على التاريخ البحري العماني وتوثيق علاقات الصداقة بين سلطنة عمان وسنغافورة. وسوف تقدم السلطنة السفينة الأثرية الحديثة هدية إلى البلاد التي ستكون ميناءها الأخير في هذه الرحلة.